باصات جميلة، الكنترول من دي ماري كراي. دي ماري كراي يحاول يتقدم الجامايكي لكويكبي، يلعب الكرة العرضية، دي ماري كراي يتقدم ويصوب الكرة إلى ولكنها تتخلص. الفرصة لا تزال دي ماري كراي للجانب الأيسر، يحاول دي ماري كراي يتقدم. كراي مزح حط الكرة أمامية إلى فينالدوم، فينالدوم تدخل انطلاقة هجومية. دي ماري كراي سريع ومهاري ممكن يمر، عدى دي ماري كراي، يا سلام يا لعيب دي ماري كراي، الله يسحب لاعبي الوحدة ويستغل المساحات. هنا دي ماري كراي يتقدم، كراي سريع يحاول كراي كي يتقدم بهذا الشكل، لأنه أخطر لاعب من جانب الاتفاق مع اللاعب فينالدوم. فيكتور يمشي الكرة بدورة من ناحية اليسار الاتفاقي، هندرسون يلعب الكرة بالراس، ذكي تقدم روبن كويسون يلعب الكرة على اليسار، دي ماري كراي يتخيل بأنه مهاجم ويتقدم بشكل رائع جدا. دي ماري كراي الخطيب عدى، ممكن يسجل الخطيب الجول. اثنين الاتفاق، اثنين دي ماري كراي كعادته. وبعد أنسيلمو دي براس بالقوة البدنية، الكرة تصل الآن من جديد، لمسة مستمرة لمصلحة الكوماندوز. نقل الثاني إلى السادس، الفرق نقطة بين كل فريق على الآخر. الله تعالى لممثلنا الاتحاد بطل الدوري في الموسم الماضي واللي نتمنى تقدم، يحاول يمشي الكرة بدورة من جديد، المحاولة مستمرة، الكرة لمصلحة دي ماري كراي. كراي لم يظهر في الشوط الثاني كثيرا، لم على الجناح الايسر دي ماري كراي، عدى دي ماري كراي عرضي، يرسل الكره الى ناحيه اليسار، الانطلاقه من دي ماري كراي، تازي تمريره جميله والمحاوله مستمره الى دي ماري كراي الذي يتقدم، وبالتالي هندرسون لدي ماري كراي. عبد الله ترجع لصالح الاتفاق، تفتكت الكره الى فينالدوم، هنالك صافرة وخطأ بالفقية، هذه خطيرة، هذه خطيرة، دي ماري كراي، دي ماري كراي خطيرة، جول جول جول. القاضية نعم، قلت لكم بأنها خطيرة. الاتحاد 21 يا له من جول، شوف دي ماري كراي اللي